ربما لا أبالغ لو قلت بأن البشرية لم تعهد حقدا أسودا بهذا المستوى. قد تحتاج في المعركة إلى أن تقتل، والمعارك هي هذه طبيعتها، ولكن ما هو الميزان العسكري لكي يقتل عبد الله الرضيع لمجرد أن يسقى ببضع قطرات من الماء؟ ما هي حجم البشرية في شخصية يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه، بحيث أن طفلة تريد أن ترى أباها فيقدم لها رأسه المنحور بهذه الطريقة وبهذه الشاكلة؟ قتلتم علي الأكبر، لماذا يقطع قطعة قطعة ويبضع جسده بهذه الطريقة؟ قتلتم الحسين عليه السلام، لماذا الخيول الأعوجية هي التي تؤمر بأن تدوس صدره وأن ترض أضلاعه بأبي وأمي؟